مشوارك مع الأهلي مشوار صعب، البدايات بدأت مع الأهلي إمتى تقريبا؟ هو طبعا النادي الاهلي مش اي حد يلعب فيه طبعا وحلم كبير كل درجه لعيبه اولى، الكوره وطبعا حلم بتهيألي كبير تلعب لاي حد. تحلم في النادي الأهلي. انا بدات مشواري في النادي الاهلي سنه 80 81 مدرسه الكوره، كان ساعتها كان عندي 10 سنين ساعتها، 10 10 سنين. سنين كان موجود كابتن مصطفى حسين، كان رئيس قطاع الناشئين. الناشئين طبعا انت لما بتلعب في النادي الاهلي وانت عاوز تلعب فرقه كبيره، بتشوف الناس اللي هي قدامك مين، او المراكز اللي هي موجوده اللي انت عشان تلعب درجه اولى لازم تتخطى الناس دي. فطبعا الامر بيبقى صعب جدا انك انت بيبقى قدامك مراحل، مثلا دفعه مثلا عبد الجليل وهاني رمزي وبعد كده بدر رجب، يعني ايه اجيال، لان انا حضرت اجيال، يعني لعبت مع هشام ولعبت مع وليد ولعبت مع هادي ولعبت مع محمد يوسف دفعتي وكرم مرسي، وبعد كده لعبت مع عماد رجب وعلاء ميهوب وطاهر ابو زيد. الجيل الاكبر شويه. فانت بتدخل مرحله مرحله كده لغايه لما